برحب بحضراتكم مرة تانية في المحترف، وزي ما قلت لحضراتكم بنعمل تغطية إن شاء الله تكون مميزة عن منتخبنا الأولمبي اللي بيشارك فيه طبعا أولمبياد طوكيو 2020. بيشرفنا النهاردة وبرحب بيه وبرحب بحضراتكم مرة تانية مع ضيف مميز على مستوى النقد الرياضي الأستاذ محسن لملوم. مساء الخير يا محسن، أخبارك إيه؟ أهلا بك يا كابتن. الحمد لله. برحب بيك طبعا في شاشة النادي الأهلي، وبنتكلم على أقدم البطولات العالمية على مستوى العالم، بطولة كبيرة جدا جدا. الأولمبياد ليها طابع خاص وليها ميزة، وجود أولا منتخب مصر في بطولة كبيرة زي دي بتعني أولا للكرة المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بتعني الكثير جدا، خصوصا ان احنا يعني الاولمبياد هي دايما ام الالعاب، يعني أيوة. حتى على مستوى العالم افضل من كاس العالم بشكل كبير، يعني او يعني اشمل من كاس العالم. عشان كده احنا تمام تلاقي مثلا مشاركتنا في كاس العالم ضئيله جدا، 3 مرات طوال تاريخنا ما بنتخطاش الدور الاول، لكن تلاقينا مثلا في الاولمبياد مشارك اكتر من 12 مره، وصلت سيمي فاينال مرتين، خدت مركز رابع في اولمبياد 28 وفي اولمبياد 64، ودايما بتعمل نتائج كويسه وبتصل. يعني دي بتبقى فيها ميزه اكتر ان انت تبقى موجود في البطوله اللي هي الاكبر على مستوى العالم، اللي هي الاولمبياد بقى بشكل عام، مش كاس العالم. طبعا كاس العالم طبعا ما حدش يختلف عليه، اكيد طبعا مش اقلل منه، لكن ان انت موجود في الاولمبياد ده بيبقى ليه شكل اخر، ليه رونق تاني. يعني الميداليه الاولمبيه دي لها وضع خاص. ده حقيقي. وهتطرق معاك طبعا لمنتخبنا الاولمبي اللي بدا مشوار الاولمبياد بمباراه المنتخب الاسباني، وتابعه بعد 3 ايام مباراه امام المنتخب الارجنتيني. شايف ازاي اولا يعني مشاركة منتخبنا على المستوى، مجموعة صعبة ما فيش شك، بتضم طبعا اسبانيا والارجنتين واستراليا، شايف اداء المنتخب الاولمبي لغايه دلوقتي ازاي في البطوله؟ والله انا على عكس ناس كثيره جدا، يمكن الناس متشائمه ان احنا اتغلبنا بشكل وحش قدام الارجنتين، دافعنا بشكل سيء قدام اسبانيا، وما حلتناش الا نقطه كده بالبلدي، وطبعا ماتش استراليا صعب. لكن انا سبحان الله متفائل من وقعة كان بطلها برضو كابتن شوقي غريب. اكبر انجاز في تاريخ الكره المصريه كان حصول منتخب الشباب سنه 2001 في كاس العالم الشباب اللي كان في الارجنتين على البرونزيه لو حضرتك تتذكر. صحيح. النفس اللي حصل في الدور الاول في المجموعات هو اللي حصل لنا، احنا تعادلنا في اول مباراه مع جامايكا، وبعدين اتغلبنا تاني مباراه من الارجنتين بالمناسبه، وكانت نتيجه 7-1. صحيح 7-1. لكن جيت في المباراه الثالثه وكسبت فنلندا 2-1، وسبحان الله واتاهلت لربع النهائي، كسبت امريكا، بعد كده نصف كملت المشوار وكسبت بعد كده في الدور اللي بعديه هولندا، وبعدين اتغلبت في السيمي فاينال قدام غانا وكسبت اورجواي في الماتش اللي هو في الثالث والرابع وخدت البرونزيه. اذا انا متفائل شويه من القصه دي، ان انت طبعا مع بين قوسين صعوبه مباراه استراليا، استراليا فريق قوي جدا بكل امانه، لكن انا متفائل من ده ان انت ما زال المنتخب لسه ما اداش الشكل اللي هو يليق باسماء لعيبته. يعني ما ده اللي عايز اكلمك فيه يعني باختصار، لسه في الانترو بتكلم على شخصيه اللعيب المصري. بالظبط. شخصيه انا بتكلم، هل في رهبه زياده لوجوده في الاولمبياد؟ هل في رهبه من الاسماء؟ احنا منتخب الارجنتين كاسم منتخب كبير، لكن ما شفناش منتخب الارجنتين بهذا المستوى على قدر اسمه، وبالتالي كان الشخصيه بتلعب دور مهم جدا هنا، وكمان الادوار اللي يقوم بها الجهاز الفني، خاصه كابتن شوقي غريب بيحب الكره الهجوميه، وشفنا ده في البطوله الافريقيه، شفنا قد ايه كسبنا البرازيل في مباراه وديه. انت شايف الجزئيه دي ازاي؟ بالظبط، كان زي ما حضرتك تفضلت وذكرت ان احنا خفنا من اسماء. طبعا طبيعي ان انت تخاف منتخب اسبانيا، انا عنده حق تماما انه كان يلعب مع منتخب اسبانيا بهذا الشكل، والا كان هيخسر لا محاله. ليه؟ لان منتخب اسبانيا ده هو القوام الرئيسي لمنتخب اسبانيا الاول. هاي. 6 لاعيبه منه طبعا يترأسهم الحارس اوناي سيمون، مدعم طبعا بـ3 منهم اسينسيو ولاعيبه ريال مدريد وبرشلونه، والتوتاله كلها على بعضها عصب الفريق المنتخب الاول لمنتخب اسبانيا، مش بس منتخب اولمبي رايح بيأدي. انا كنت مع ده، لكن انت العكس تماما مع منتخب الارجنتين. حتى منتخب الارجنتين لما جاي دعم بثلاثي الكبار ما خدش الا واحد بس اللي هو الحارس اللي كان عنده خبرات، لكن الباقي لا، ما كانش فيه ميسي، ما كانش فيه يعني ما كانش فيه الاسماء اللي ممكن كانت تبقى موجوده مع منتخب الارجنتين. انت خفت من اسم منتخب الارجنتين، لكن انت على الارض الواقع كنت تقدر تقلب النتيجه، مش هقول يعني اقل حاجه كنت ممكن تتعادل، مش تتغلب. حتى على مستوى الاداء في الشوط الاولاني كان دايما نتكلم الكوره بتعاقب من يخسر، يعني دي معلومه من احنا من ايام ما كنا بنلعب، اللي طبعا بيضيع بيستقبل. شايف
توتر اكتر في الجزء الهجومي، مفيش كثافه عدديه، ايه الشكل اللي كان ناقص المنتخب المصري انه يفوز على الارجنتين؟ الجزء الهجومي هو الجزء كان مهتم تماما بالجانب الدفاعي، يعني دايما تلاقي الشناوي، احمد حجازي، الونش، اكرم توفيق، هتلاقي الاسماء كلها اسماء الخطوط الخلفيه. لكن انت على المستوى الهجومي انت كان عندك مثلا واحد بموهبه رمضان صبحي، احنا ما شفناش ده خالص يعني في طول الماتش، يعني ده ما ظهرش. اللي كان ناقص الكابتن شوقي غريب، يمكن اللعيبه، انا بقول اللعيبه كان عليها دور اكبر مش الجهاز الفني، لان اللعيبه خافت من اسماء منتخب الارجنتين، ده توقعي، يعني اللعيبه نفسها في ارض الملعب هي اللي تراجعت، هي اللي خافت من اسم منتخب الارجنتين، بدليل انها لما دخل فيها جون في الدقيقه 52 حاولت تعمل حاجه فوصلت، يعني وصلت بس ما عملتش.